عشتوا حياة طرف وأرستقراطية في قلب الصعيد. انا وي لحد يعني. ما فجأة توفي الوالد بالظبط، وانتقلتوا لحالة اقتصادية أقل بكتير جدا. صح صح. بصي هنا ظهرت الأم اللي شالت من غير ما تشتكي، وعشان كده أنا أهدت لها الحاجة أنا بحبها قوي اللي قلت لها فيها. إلى أمي التي تعلمت من تجربتها كيف أعيش الحياة بما هو متاح دون تذمر وبنفس راضية. مش بس كده، أنت في مجموعاتك أنت بكل من حين لآخر تعملي هدايا لمامتك. بيت طبعا. شعر تكتبيه لأمك طبعا، تقتبسيه جزء من أغنية، يعني ده أنت في عقد مشهور زي وات. ايوه انا فاكره كنت بعمل معاه حديث في بيروت، وقال لي ممكن اداني الكتاب بتاعه. هو شاعر جميل، هو رائع، شاعر رائع رائع، هو راجل رائع. قال لي تصوري لما فتحت لقيت نافوره الحياه امي او حاجه زي كده، صوري لما بشوفته بيوصف امه لقيتها امي، لان امي كانت عارفه تودعني للبيت تقولي ترجعي بالسلامه، وفي الاخر لما عجزت كانت بتضفر شعرها فكان شعرها بضفيره كبيره. فلما وصف امه شفت امي، فنقيت وعملت عقد. على فكره ده عقد مشهور، ده لحد دلوقتي بيتباع. ايوه يعني عقد، انا مسميه عقد زي وهبه. السكتشات بتاعته دي. امي التي ودعتني في الصباح بضفيره قليله ويدين من دعاء، رافقتني الى الباب عد باكرا، قالت لي طاحونة الضحك أمي، نافورة ماء أول الينابيع، خاتمة النساء. العقد ده أنت عاملاه لأمك أنت. طبعا. بس بقى أمهات كتيرة بقى بيجي لهم هدايا في عيد الأم. طبعا طبعا. وما أقدرش أقول لك يعني كنت مبسوطة قوي أنا بعمل عقد ده قوي قوي. أمي كانت ست جميلة. أنا زي صورتها. زي أمي، أمي وخالاتي كانوا زي البرنسسات، برنسس فوزية وبرنس كمامة. يعني امي كانت ست موفي ستار.